السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعرف مع بعض على Library Office Writer. ده برنامج مشابه لمايكروسوفت وورد، بس الميزة هنا ان هو مجاني تماما، مش مطلوب منك تدفع اي فلوس الا لو انت عايز تتبرع لدعم فكرة الاوبن سورس. طيب هنخش دلوقتي نشوف الفورماتنج الشريط دوت. لو هو مش موجود هروح لفيو واقول له انا عايز تول بارس واقول له انا عايز الفورماتنج، اقدر اسحبه لهنا مثلا او اقول له خليه بالشكل دوت. دلوقتي انا اي كلمة هكتبها وليكن مثلا اقدر اعمل سيلكت واختار الستايل بتاعي، مثلا تايتل، لا ده سب تايتل، ده هيدنج، وهكذا. اقدر اختار الفونت اللي انا عايزه، اقدر اختار الحجم الكتابة، اقدر اختار اذا كان بولد ولا لا او ايتاليك ولا لا، او في خط تحتيه او خط عليه ان انا كتبت كلمة وشطبتها. اقدر اخلي في جزء من الكلام كان هو اصغر او اكبر، تمام؟ يعني ممكن اختار ديت اهيت. ممكن اقول له الغي اي فورماتنج، انا عايزه عادي كان مفيش اي فورماتنج، فيبدا ياخد الحاجات الاساسية خالص. ممكن اقول له انا عايز اختار اللون، لون مختلف. ممكن اقول له انا عايز اعمل عليه زي كان انا جايب قلم بتاع تلوين واديته لون معين. ممكن مثلا لو انا عندي كذا سطر اقول له السطور دي تخليها لي كأن في نقط بالشكل دوت. اقدر اختار برضو شكل النقط اللي انا عايزها، اقدر اخليها ترقيم، اقدر اخليها محاذاة لمين، النص عايز اخلي فيه اي شكل من اشكال المحاذاة، المسافة بين الفقرات تبقى عاملة قد ايه، تمام. اقدر امسك جزء معين واخليه مثلا يبقى يدخل لمين شوية، تمام، بس بتحكم في المسافة اللي في الاول خالص ديت شكل ده.